السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة طبية جديدة، وياكم الدكتور عمر القيسي. واليوم عندنا موضوع شيق للغاية اللي هو الفيتامين دي. خلينا نتعرف عليه ونتعرف كيف يتم تصنيعه، وبعدين شنو وظائفه وشلون نستفاد من عندها. حتى لو كنت انت ما لك علاقة بالاختصاص الطبي وتشوف هذا الفيديو، فتابع على الاخير اللي راح تستفاد من عنده. فابقوا وياي. بالبداية راح تكون بعض الشغلات الطبية اللي اعرف انه ما احد يحبها، لكن هذه حتى يكون الفيديو له قيمة علمية بالنسبة لطلاب الطب، وايضا انت كشخص عادي ممكن تستفاد منها كمعلومات. الفيتامين دي كيف راح يتم تصنيعه في جسمك؟ لما يتعرض الجلد الى الاشعة الفوق البنفسجية الموجودة في اشعة الشمس، راح تحول لك الكوليسترول الموجود في جلدك الى فيتامين دي. نقصد بالكوليسترول نوع من انواع الكوليسترول اسمه 7 دايهايدرو كوليسترول. هذا راح يتحول الى فيتامين دي 3. طبعا فيتامين دي الى انواع واشكال مختلفه راح نتطرق لها بشكل سريع. فيتامين دي 3 او الفيتامين الدال الثالث هذا اسمه كوليكالسيفيرول. هذا الفيتامين لا يزال غير فعال بشكل جيد، يجب ان يتم تفعيله في الكبد والكليه. طبعا ممكن انت تحصل على الفيتامين دي 3 وفيتامين دي 2 اللي اسمه أوليغوكالسيفيرول من الاكل، مو شرط من اشعه الشمس، ممكن تحصله من الاكل من خلال اكل منتجات اللحوم وبالاخص الاسماك، مثل سمكه السلمون اللي تعتبر مصدر جيد للفيتامين دي 3. وبالتالي الناس اللي عندهم نقص ممكن ينصحون انه ياكلون او يكثرون من اكل سمك السلمون، لانه بيه فائده كثيره لهؤلاء المرضى. فبالتالي ممكن نحصل على فيتامين دي 2 او دي 3 من مصادر ثانيه. هذول الفيتامينات كلهم راح يروحون للكبد ليتحولون الى فيتامين دي 3 الفعال او فيتامين دي 3 الفعال. هذا راح يصير عن طريق شنو؟ انه الكبد راح يضيف لمجموعه هيدروكسيل، فراح يتم اول تفعيل له في الكبد عن طريق اضافه مجموعه هيدروكسيل على ذره الكربون الخامسه والعشرين، فراح يصير 25 هيدروكسي فيتامين دي 3. هذا الفيتامين ايضا راح تتم عمليه التفعيل الثانيه والاخيره في الكليه حتى يصير اكثر شكل فعال له، اللي هو راح تضيف لمجموعه هيدروكسي ثانيه على المجموعه الكربون الاولى، فراح يصير 1.25 او 1.25 اللي قبل شويه اللي اضاف لها الكبد داي ثنائي هيدروكسي فيتامين دي 3. فهذا صار الشكل الاكثر فعال للفيتامين دي 3. ومثل ما احنا نعرف الوظيفه الاساسيه للفيتامين دي اللي هي انه يمتص لنا الكالسيوم والفوسفات من الامعاء، ويمتص لنا الكالسيوم من الكليه، وبالتالي يزيد لنا الكالسيوم في الدم، وبالتالي يزيد لنا الكالسيوم في العظام فيحافظ لنا على العظام. هذا الشيء كنا نعرفه. الان اكو معلومات راح اضيف لكم اياها. فيتامين دي له وظيفه اساسيه وهي شنو؟ الحفاظ على مستوى الكالسيوم في الدم، وهذا راح يتم عن طريق فيتامين دي 3 الفعال، راح يحافظ لنا على مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق انه راح يروح للامعاء ويمتص لنا الكالسيوم والفوسفات، وراح يروح للكليه ويراجع لنا الكالسيوم الى الدم، وبالتالي يحافظ لنا على مستوى معين من الكالسيوم في الدم اللي راح يفيدنا هوايه. ليش؟ لان الكالسيوم هذا راح يدخل لنا في انقباض العضلات مثل عضلات القلب والعضلات الهيكليه وامور ثانيه، وايضا يحافظ لنا على مستوى معين لضغط الدم، وبالتالي فالكالسيوم موجود بشكل اساسي في الدم وهو بفائده مهمه للانسان، اضافه الى انه هذا الكالسيوم والفوسفات راح يدخلون في تكوين العظام، وبالتالي نقصهم راح يؤدي الى مشاكل في العظام. ففيتامين دي راح يحافظ لنا على العظام بشكل اساسي، هذه الفكره الاساسيه له. طيب نفس الفيتامين دي شنو ممكن يسبب لك؟ في الاطفال ممكن يسبب لك الكساح او الريكتس، وفي الكبار ممكن يسبب لك مرض هشاشه العظام الاوستيومايليجيا، وبالتالي نقصه راح يؤدي لك لمشكله اساسيه في العظام. هذه اتصور معلومه اكثريه يعرفوها، لكن المعلومات الدقيقه الثامنه فيتامين دي ربما بعض يجهلوها. الفيتامين دي ليس يدخل فقط كفيتامين، ممكن يدخل كإنزيم أو كإنزيم في بعض العمليات المعقدة، يدخل في تركيب إنزيمات معينة وإلى وظائف ثانية في الجسم. وأهم الوظائف اللي ممكن يدخلها، يدخلها في الجهاز المناعي. وبالتالي نقص فيتامين دي ممكن يؤدي إلى إيش؟ نقص في المناعة، وبالأخص المناعة المكتسبة اللي الجسم يستخدمها للحفاظ على الجسم من الفيروسات وغيرها، وبالتالي نقص راح يؤدينا الى الاصابه بامراض فيروسيه متكرره وممكن صعوبه في علاجها، وبالتالي ففيتامين دي يلعب دور اساسي، وخاصه في المناطق البارده اللي دائما الشخص ممكن يتعرض فيها لمشاكل في الجهاز التنفسي، ففيتامين دي يعتبر اساسي في هذه المراحل للعلاج، لانه بالتالي نقصه يؤدي الى ضعف في الجهاز المناعي. اضافه الى انه فيتامين دي يدخل وبشكل اساسي في تنظيم الجهاز المناعي، وبالتالي الحفاظ من الامراض المناعيه مثل الامراض مثل الربو، الاسما. شافوا انه بالفعل الاشخاص اللي عندهم مستوى عالي من الفيتامين دي شافوا انه في نقص في حدوث
نوبات الربع عندهم، فقرروا انه هو له علاقه، لكن لا يعتبر كعلاج للربو. المريض الربو لازم يستمع على علاجه، لكن وجود الفيتامين دي ممكن يساعد الحاله، لكن لا غنى عن علاج او العلاج المستخدم للربو. فهذه معلومه ايضا حبيت اضيفها، اضافه الى له وظائف في تنظيم الجهاز المناعي في امراض مناعيه ثانيه مثل امراض الالسراتيف كولايتس، كرون ديزيز. هذه امراض ممكن تصيب الانسان، تؤدي الى مشاكل في الامعاء، ممكن يعالجها او ممكن يساعد الحاله الفيتامين دي. شنو ايضا ممكن نعرفه؟ فيتامين دي ايضا يدخل في تقليل نسبه الحصول في السرطانات، بالاخص سرطان القولون. شافوا انه في الاشخاص اللي عندهم نسبه معينه من فيتامين دي عندهم قله في الاصابه بسرطان القولون. فطبعا هي انه هو ليس يعتبر علاج للسرطان، ولكن ممكن يساعد في عدم حدوثه، وبالتالي لازم نحافظ على مستوى معين من الفيتامين دي 3. هذا بالاضافه الى انه يدخل في الجهاز العصبي ويساعدنا الحفاظ على جهاز عصبي سليم. ونقص الفيتامين دي يعتبر من اسباب الدبرشن او الاكتئاب في بعض الاشخاص اللي يعانون من الاكتئاب، نتيجه انه يعيشون في مناطق ما بها كميه عاليه من ضوء الشمس، وبالتالي نسبه الفيتامين دي تكون بجسمهم قليله، وممكن يتعرضون للاكتئاب وقله في النشاط، وبالتالي ممكن ايضا يتعرضون للسمنه من هذا الشيء نتيجه ان قله النشاط راح تصير. فبالتالي فيتامين دي اساسي في هذه المرحله، انه يحافظ لك على جسم صحي عن طريق انه يزيد لك النشاط ويزيد لك القدره على الحركه، لانه يقلل ايضا الاكتئاب في هذه المراحل، فبالتالي يعتبر اساسي ايضا في علاج الاكتئاب. إضافة إلى نقصة إلى مشاكل في المستقبل، شافوا أن بعض الأشخاص اللي يتعانون من النقص ممكن يصابون في المستقبل بمرض الزهايمر وغيرها. طبعا هو لا يعتبر سبب أساسي لمرض الزهايمر، لكن يعتبر أنه يساعد في منع تقدم الحالة بشكل سريع، وإلى وظائف الحفاظ على الجهاز العصبي. فمن هذا كله عرفنا أن فيتامين دي فيتامين أساسي في الجسم، ليس فقط للحفاظ على العظام، ولكن للحفاظ على جسمك بشكل صحي وسليم. طيب، بقت معلومة أضيف لكم إياها، كم النسبة اللي محتاجيها؟ النسبة تختلف من الأطفال ومن حديثي الولادة ومن الكبار، لكن كمعدل اللي نحتاجه كشخص طبيعي بين 7 سنوات إلى تقريبا ما يقارب 70 سنة، يعني كشخص بين طفل إلى كبير بالعمر لا يقارب يحتاج من 600 إلى 4000 international unit أو وحدة عالمية. هذا ما يقارب اللي محتاجه الشخص. طبعا ليش من 600 ل 4000؟ هذا يعتمد على حسب الشخص، اذا كان يعاني من نقص ممكن نزيد ونعطي له جرعه اكثر، اذا كان عنده الامور طبيعيه ممكن يبقى على 600، لكن هذا المعدل اللي يخلوه، يختلف من منطقه لمنطقه، لكن كمعدل من 600 الى 4000 وحده عالميه او انترناشونال يونت. هذا اللي لازم نعرفه على كميه اللي محتاجيها باليوم. ممكن نحصلها من خلال الطعام الصحي، الرياضه، والتعرض لاشعه الشمس بشكل منتظم، ولا يكون انه يتعرض زائد لاشعه الشمس، لان نعرف انه في اشعه الشمس مخاطر ثانيه، لكن بشكل منتظم ومنظم التعرض لاشعه الشمس، اضافه الى انه نحافظ على وجبات غذائيه تحتوي على كميه من الحليب والبيض واللحوم، وبالاخص اللحوم الاسماك مثل السلمون وغيرها اللي بالتالي راح تعطينا نسبه عاليه من فيتامين دي. فبهذا نحافظ على نسبه معينه من فيتامين دي موجوده بجسمنا. شكرا لكم، والقاكم في فيديو اخر. يلا، السلام عليكم.